بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور سيد سعودي، استشاري أمراض البطنة والسكر والغدد بمستشفى وادي النيل. بكلم المرضى بتوع السكر الأول وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة شهر رمضان. بالنسبة لمريض السكر خلال شهر رمضان، أحب بس أنوه له على 3 نقط: نمرة 1 من ناحية الرياضة، نمرة 2 من ناحية التغذية، نمرة 3 من ناحية التزامه بالعلاج خلال شهر رمضان. النقطة الأولانية بالنسبة للرياضة، أنوه لمريض السكر الرياضة كل الناس واخدة اعتقاد إن هو بيعملها قبل الفطار. بالنسبة لمريض السكر قبل الفطار دي فيها شيء من الخطورة عليه، لأنها ممكن تنزل لي معدلات السكر وتدخلني في غيبوبة سكرية. نفضل إن الرياضة تكون في الصبح بدري بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة التراويح، تبقى مستحبة. وفي الحالة دي يا ريت قبل ما يعمل الرياضة، لو كان بعد صلاة التراويح، يكون ياخد حاجة فيها ألياف زي تفاحية كده، على أساس تمده بالطاقة، ما ينزلش معدلات السكر بتاعته عن المعدل الطبيعي. والرياضة برضه هتكون في رمضان، الرياضات الخفيفة اللي هي مجرد رياضة المشي كده من ربع ساعة لنص ساعة، ده يبقى كافي جدا لمريض السكر. بالنسبة للتغذية، ننوه برضو ان خلال شهر رمضان مريض السكر لازم ياخد باله من الاكلات السكريه والحلويات بتاعه شهر رمضان، يعني ياكل بكميات قليله وتبقى على فترات، مش كل يوم، يعني مثلا تبقى كل 2 3 ايام، واليوم اللي ياكل فيه حاجه حلويات يا ريت لو نزل مشي شويه نص ساعه بعد الفطار، يساعدني في عمليه الحرق. برضو اخد بالي من الاكلات الدسمه والاكلات اللي هي عاليه الدهون، عشان دي في رمضان دي بتضر مريض السكر وبترفع لي معدلات السكر عنده. وانصحه برضو ان هو بعد اذان المغرب يا ريت ياخد حاجه خفيفه يفطر عليها، وبعدين يقوم يصلي وبعدين يكمل اكله. وبرضو انوه ان وجبه الفطار يا ريت اقسمها الى 2/3 و1/3، التلتين اخدهم وقت اذان المغرب، وبعدين التلت اللي فاضل اخده على الساعه 9 10 بعد صلاه التراويح. يبقى قسمت الفطار على 2 وجبة، واخر السحور لاخر لحظه قبل اذان الفجر، عشان اقلل بقدر الامكان معدلات هبوط السكر في المريض بتاع السكر. بالنسبه للعلاج بتاع السكر، نمرة 1 بنقسمهم الى جزئين: مريض السكر اللي بياخد اقراص، ودوك انصحه ان هو قبل رمضان ب2 اسابيع يراجع الدكتور بتاعه عشان يعدل له الجرعات، ويشوف يكتب له الادويه اللي هي بتعتمد على حساسيه الدواء للجلوكوز، عشان ما يحصلوش هبوط في خلال شهر رمضان. اما العيان اللي هو بالنسبه للانسولين، فدوك ده عيان مهم بالنسبه لنا. اولا بالنسبه لمرضى الانسولين، المفروض هم ليهم رخصه ان هم يفطروا، لكن بعض المرضى بيصر ان هو يصوم، فبنقول له والله لازم بنعمل تحليل في خلال النهار 3 4 مرات. لو عملت تحليل في اي لحظه في خلال رمضان، نهار رمضان، ولقيت السكر بتاعك فوق 300 او تحت 70، لازم تفطر فورا. بالنسبه للمرضى اللي هم بياخدوا اكتر من نوع انسولين، يا ريت يراجع الدكتور بتاعه عشان ينظم له الجرعات ويقلل له الجرعات ويكتب له انواع انسولين ما تعملوش هبوط. بقدر الإمكان برضو لازم العيان ياخد باله من الأكلات اللي هي فيها الأملاح الكتيرة، لأن دي بتساعد على ارتفاع الضغط فبتضر المريض. وأنصحه أنه هو برضو يلتزم بالتعليمات بتاعة الدكتور بتاعه. وكل سنة وانتم طيبين.